بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا لهذا اليوم هو surgical affection of urinary system، إصابات الجهاز البولي. بداية نبدأ بالإصابات التي تحدث في الكلى. تقسم الإصابات الكلوية إلى قسمين، قسم نتيجة حسب العامل المسبب. أولا congenital affection، الإصابات الوراثية، acquired affection، الإصابات المكتسبة. الكونجنتال افكشن، طبعا انتبه هنا انا منطيك خمس حالات، هاي الحالات تركز بيها، قد تجيك بشكل ملتيبل تشويس او تجيك ترو اند فولس، ركز بيها رجعا. الحاله الاولى هي بوليسيستيك كيدني، هي عباره عن تكون اكياس على السطح الخارجي للكلى، وهذا يعتبر عامل مسبب. كيفية التشخيص؟ تشخيص عن طريق السونار وعن طريق أخذ صورة شعاعية أو عن طريق فتح جدار البطن. الحالة اللي بعدها هي رينال أجينيسيس، هي عدم تكون الكلى، قد تكون هنا يونيلاترال في منطقة واحدة، يعني يولد الإنسان بكلى واحدة. الرينال هايبوبليجيا هي عدم تطور الكلى، يكون يونيلاترال أو بايلاترال، عدم تطور في جهة واحدة من الجسم أو في الكليتين. فيوجين كيدني هنا طبعا صورة جدا واضحة، صورة رقم 2، تشوف صاير الفيوجين هو عبارة عن التحام الكيدني، تسمى بالمصطلح اللاتيني تسمى بالهورس شو، يعني حذوة الفرس. وشوف هذا الشكل، تندمج الكلى اليمنى مع الكلى اليسرى. الحالة اللي بعدها الوراثية هي رينال اكتوبك، هجرة الكلى، اي تغير مكان الكلى، طبعا موقع الكلى وهو موجود في منطقة الانتراثوراسك كيدني، ولكن بعض الاحيان سبب وراثي قد تهاجر الى منطقة البلفيك. الحالات المكتسبة، عندي حالتين مكتسبة أنا خليت لك إياها. الحالة الأولى المهمة نفرو لثياسز أو تسمى بالرينال كالكولاي أو الرينال لثياسز، انتبه على هاي المسميات كلش مهم. هاي الحالة هي حالة مرضية مكتسبة تحدث نتيجة ترسب الأملاح الكربونات والفسفور، وتترسب بكميات كبيرة في الكلى. أسباب مالتها قد تكون نتيجة حوائد على أسباب وراثية congenital abnormalities أو نتيجة الانفكشن اللي نتيجة due to bacterial infection أو pyelonephritis أو stasis of urine، يعني معناها توقف الإدرار. العوامل السريرية جدا مهمة، قد تجيك بشكل كيس، طبعا بداية إذا كانت السمول كالكولاي، حصوة الكلى تسمى بالكالكولاي، إذا كان عندي سمول كالكولاي ما يصير عندي علامات سريرية واضحة، ولكن من تكبر الحصوة اللارج كالكولاي تبقى عندي علامات سريرية واضحة، من عندها الكوليك يعني البين، هيماتوما أو العفو هيماتيوريا، البيلة الدموية، أرتش باك، تقوس الظهر بسبب الألم، سقوط أو خروج قطرات قليلة من البول، والإدرار يكون بشكل متقطع. طبعا نفس العلامات بكل الحيوانات، وبعض الحيوانات الأليفة مثل الكات تختلف، مثل فقدان الشهية loss appetite، عندي vomiting، loss of weight، يعني نفس الشيء abdominal pain، hyper salivation. diagnosis طبعا هنا نعتمد على الأكس راي بشكل كامل والسونار والريكتال اكزامينيشن من العلامات السريريه. التريتمنت ممكن انه نستخدم بالميديكال ثيرابي او الميديكال تريتمنت، نغير البي اتش، نغير الماده الغذائيه اللي نعطيها للحيوان، نقلل من نسبه البروتينات، اعطاء المضادات الحيويه، واذا لم تستجيب الحيوانات للعلاج الميديكال ثيرابي نلجا الى العلاج الجراحي. عمليه ازاله الحصان، انتبه، عمليه ازاله الحصان من الكلى بعمليه نفرتومي هي عمليه فتح الكلى وازاله الحصان. نفركتومي ازاله الكلى بالكامل. الحالة المرضية الأخرى هي الهايدرونفروسيس، أي بمعنى التضخم الكلوي. التضخم الكلوي شو معناها؟
معناها انسداد مجرى البول. طبعا احنا نتفق انه بعد ما يكتمل عملية ترشيح البول في الكدني تنتقل الى منطقة اليوريترا الحالب، وبعدها يروح اليورينري بلادر ويخرج عن طريق اليوريترا. هنا بيك حالة اي مسبب، اي مسبب قد يكون كالكولاي، حصوة او انفكشن او حالات كونجنيتال او تضخم في البروستات او نتيجة الانفلاميشن او التهاب في المثانة، سيفير سيستايتس. سيستايتس يعني التهاب المثانة. كل هاي العوامل تؤدي الى انسداد المجرى البولي، بالتالي يرجع البول اليورين يرجع الى منطقة الكدني ويجمع في منطقة الكدني، وبالتالي يحطم بشكل كامل النفروس تيوبيولز مال الكدني ويحطم محتويات الكلى، وبالتالي راح يصير عندي من العلامات السريريه المهمه انه تضخم في حجم الكلوي. شوف انتبه على هاي الصوره شلون عندي، انتبه شباب شوف هاي الكلى شلون متضخم عندي النبيبات الكلويه، وكل تفاصيل الكلويه ما موجوده بسبب حالات الهايدرونفروسس. طبعا التشخيص مالته حيكون بالراديوغرافي. الراديوغرافي انتبه شباب اكو هناك ثلاث مصطلحات مطلوبه من عندك، اللي هي بايلوغرافي والسيستوغرافي والسيستوغرافي والبايلوغرافي. هسه نحكي على عددين الاساسيات. من اقول لك طبعا هنا بالصوره الشعاعيه، باخذ صوره شعاعيه اكس راي، صوره شعاعيه سماها بالبلين اكس راي، يعني صوره شعاعيه طبيعه اسود طبيعيه اسود وابيض. ولكن هنا بعض الاحيان كل تفاصيل ما تعطيني وما استفاد من الاسود والابيض للصوره الشعاعيه، لذلك نلجا الى الاشعه الملونه اللي نضيف لها ماده الكونتراست ميديا، المواد المعتمه. هنا نستخدم ماده مركبات اليود، نحقنها اي في الى ان تصل الى منطقه الكلى، وناخذ صوره شعاعيه وبالتالي نحصل على الديتيلز اللي موجوده. شوف هاي الصوره جدا واضحه نتيجه حقن ماده الباريو، العفو ماده الايودين سولفنت، اليودين المذاب. العلاج طبعا نكمل، عفوا البايلوغرافي هي اخذ صوره شعاعيه للجهاز البولي ملونه، قد تكون للكدني، تكون اليورينري، العفو تكون اليوريتر، وتكون لليورث. ولكن من اقول لك سيستوغرافي تقول لي دكتور ناخذ صوره شعاعيه ملونه الى المثانه، واضح. العلاج هنا هو هي عمليه ازاله الكلى بشكل كامل، نفركتومي.